كل ما كان سريعا بقى معايا محمد شريف، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي انطلاقته كانت جاده جدا، ويمكن بنتكلم على ان شاء الله يكون ليك دور يا شريف في المباراه. والحقيقه يمكن الفينش كان مهم جدا، هو ده اللي احنا بناكد عليه، انصاف الفرص لو استغلناها هنقدر نحقق نتائج كبيره بروح اللعيبه الكبيره دي. مبروك ليا شريف، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك. المكسب كنا محتاجينه جدا، احنا جايين هنا عشان نكسب، بنعوض ماتش القاهره. يمكن ماتش القاهره كان انت شفت طبعا كميه الفرص اللي احنا هدرناها، فاحنا كل ماتشاتنا بعد كده هنلعب على المكسب، لان دي مكانه النادي الاهلي الطبيعيه اللي انت بتلعب على المكسب. فالحمد لله طبعا على المكسب، وكان مهم جدا وكنا محتاجينه. يعني عارف ان الجهاز هيئ نفسيا مع بيتسو موسيماني كابتن سعيد عبد الحفيظ، بس انتوا كان ليكوا دور، اجتمعتوا مع بعض يا شريف يمكن قبل المباراه باكتر من يوم، الحديث كان ايه؟ الشخصيه كانت بتتكلم ازاي؟ الدوافع كانت ازاي بالنسبه لكم؟ احنا جايين من القاهره على المكسب، مش بنحضر من هناك، احنا محضرين من هناك من بعد ماتش الاسماعيلي اللي احنا لازم نيجي هنا نكسب. ده كان مهم جدا بالنسبه لنا، لان الماتش ده كان تحديد مصير في المجموعه، فكان مهم جدا ان احنا نكسب يعني. فالحمد لله يعني على المكسب. قولي لكل اللعيبه الرجاله على ادائهم، ظروف صعبه جدا الاول يا شريف، طقس ورطوبه وكل الامور دي، لكن هو كان هدف اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، ده هدف لكل اللعيبه. طبعا الدنيا هنا في افريقيا طبعا انت عارف بتبقى صعبه، بس ما فيش اعذار، احنا جايين هنا نكسب. احنا يعتبر اعتدنا خلاص الاجواء دي، فكنا احنا جايين عشان المكسب وبس. فطبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى في مزيد من الانتظار باذن الله ان شاء الله. طول عليك، لكن هل كان في تعليمات معينه من بيتسو موسيماني خط الهجوم اللي هتلعب خلف خط الهجوم؟ يعني تعليماته الفنيه كانت لك ايه؟ كانت تعليمات للفرقه كلها مش لشريف بس. طبعا قعدنا يومين، كان في محاضره يومين قبل الماتش وكده، كنا بندرس قوه الضعف بتاع المنافس والقوه بتاعتهم. فالحمد لله قدرنا نستغل ده وربنا كرم الحمد لله. طمني على الاصابه بقى، انا مش مكرمب ولا ايه، وقعت في الملعب ويمكن الناس كلها قلقت شويه، قول لي الاصابه ايه ويعني التشخيص المبدئي على الاقل بالنسبه للدكتور احمد. الحمد لله هي بس في وتر الخلفيه بس بسيطه يعني، الحمد لله الحمد لله بعيد عن الركبه يعني الحمد لله. انا كنت خايف اللي هي تبقى في الركبه، بس الحمد لله بعيد يعني الحمد لله. الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك. بنبارك من جديد اكيد لنجم من نجوم النادي الاهلي محمد الشريف وكل لعيبه النادي الاهلي على الاصرار الكبير والجديه الكبيره. كل مره هناكد هذا الامر يا كابتن ايمن، شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه في المواقف الصعبه بتحسم.